متابعينا مشاهدينا الكرام الأفاضل، انطلق وعلى بركة الله الشوط الرابع عشر، وهو شوط الختام للفترة المسائية ولسن المفاريد من هنا من مهرجان ولي العهد لسباقات الهجل لعام 2023 المقيم على أرضية هذا الميدان، ميدان الطايف، لسباقات الهجن. نبدأ وإياكم مع رحلة الاثنين كيلومترات، هي الرحلة المصاحبة لهذا الشوط ولهذا السن. ننطلق وإياكم مع المركز الأول ومع انطلاقة واندفاعة هذا الشعار المتقدم، شعار عواض بن مزيد بن بريكان أشلو الحارثي، مع انطلاقة الكاظم ومع اندفاع الكاظم مع المركز الأول. المركز الثاني ومركز الوصافة شعار بدر بن محمد بن يحيى بن مصوي الغامدي مع انطلاقة العقيق واندفاع العقيق على المركز الثاني. المركز الثالث من تسلل واحتل المركز الثاني في هذه اللحظات، المركز الرابع هنا شعار ضبيان بن مياح بن فياض الشمري مع انطلاقة مخيف ومع اندفاع مخيف، أيضا شعار حمد بن علي بن سلامة الهاجري مع انطلاقة مجد ومع اندفاع مجد على المركز الرابع. والمركز الخامس محمد بن عبد الرحمن بن محمد الحطابي الشلوي، ولكن مجد، مجد يا اخواني غير واحتل المركز الأول، تقدم بشعار حمد بن علي بن سلامة الهاجري مع المركز الأول مع انطلاقة مجد، من بدأ بالابتعاد في هذه اللحظات واندفع الدفع الذاتي مع المركز الأول ليحكم القبضة في هذا الشوط متمسكا بزمام الأمور. المركز الثاني شعار الحطابي قادم مع الخمسمائة متر، وصل محمد بن عبد الرحمن بن محمد الحطاب يشلوي مع حطاب، أيضا 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 القادم دهام بن عماش بن عبد العزيز الشمري مع متعب، ولكن حطاب، حطاب من الجانب الأيمن يتقدم بشعار محمد بن عبد الرحمن الحطاب يشلوي، ولكن متعب أبناء النعيرية أم أبناء حايل، ياهو من تحدي والصراع الثنائي ما بين الشمري والحطابية. اللحظات الأخيرة، الشمري بطل الشوط، الشمري مع متعب، تهانينا يا دهام يا ابن عماش يا ابن عبد العزيز يا الشمري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار المستحق في هذا الشوط، تهانينا وألف مبروك. ثاني المراكز، المركز الثاني كان بشعار محمد بن عبد الرحمن بن محمد الحطابي أشلوي مع حطاب. المركز الثالث، المركز الثالث إذن متابعينا الكرام، من الإعادة إفادة نعود بالتهنية أبي النوماس لمالك متعب دهام بن عماش بن عبد العزيز الشمري من حصل على المركز الأول ونقطة هذا الشوط، تهانينا وألف مبروك لك يا الشمري يا مالك متعب، حصل على المركز الأول. التوقيت الزمني 3:08:73 المركز الثاني كان حطاب بشعار محمد بن عبد الرحمن بن محمد الحطاب الشلوي، التوقيت الزمني 3:08:96 المركز الثالث شعار حمد بن علي بن سلام الهاجري مع مجد، التوقيت الزمني 3:12:37 المركز الرابع هنا لطام بشعار عقاب بن محمد بن سليم العتيبي، والمركز الخامس كان بشعار حمد بن محمد بن صالح آل عويره الكربي من قدم لنا الغزال. نعود بالتهنية أبي النوماس لمالك متعب من قدم العرض الممتاز والأداء الرائع عند الأمتار الأخيرة ليخطف شوط الختام، وتهانينا لمالك متعب دهام بن عماش بن عبد العزيز الشمري، وسلام يا ابناء حايل، سلام على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. متابعينا الكرام التهنئة والنماس لجميع الفائزين، وحظ أوفر لمن لم يحالفه الحظ. ولها عند العدو يا وليس
مغانمها تحن وصوتها في سامعهم أعذب من المزمار حنينا بالمشاعر تغمره للبل وتفهمها تحن وصوتها في سامعهم أعذب من المزمار حنينا بالمشاعر تغمره للبل وتفهمها My heart.